دائما هذا الدور ديالنا، لان كما باش نعرف واحد الكلمه صدرت دابا الاخت الدكتوره دكتور محسن دريبلي مثلا شاف دو سياب، سياب ولا لو سخاس هي واحد الخليه ولا واحد مصلحه اقليميه اللي تابعه لمندوبيه الصحه للريش، اللي هي مصلحه شبكه المؤسسات الصحيه. يعني ما هو برامج وطنيه، حنا على ماشي بحال لي زوبيتو او المراكز الشفائيه اللي كان غير العلاج تشخيص مرض العلاج وصافي. حنا لا، حنا كنخدمو فهو تحسيسي، ما هو توعوي، ما هو مخصص وقائي. وكما كنقول انا عندنا واحد الخليه اللي ترسخ الامراض الوبائيه، اللي انا باقي شخصيا كنراسها كتسمى خليه الامراض الوبائيه ولا سيلول ديبيديميولوجي. الدور ديالنا هو تتبع كتسمى لا ريبوست، يعني مجرد ما كتشوفو حاله لوبيتال كيتكلف بالمعالجه ديالها، ولكن حنا الدور ديالنا تيكون في الخفاء. يعني كترصدوا الحاله، كنشوفوا لونتوراج، كنحاولوا نحسوا واش كاين شي حالات اللي قريبه منه، باش كنحاولوا نطوقوا داك المرض باش ما يزيدش. هذا الدور ديالنا. اذا السي رشيد غادي يحاول يقدم العرض، وحنا ان شاء الله تشاركوا كاملين. يعني الا كانت شي اسئله اللي سميتو حنا موجودين. غنطرقوا لواحد العرض تعريفي ولا تحسيسي حول الداء، لان انا اكيد ان كل واحد كيفهم الداء، يعني واخا تقرا في الانترنت كيبقى ديما كل واحد كيفاش كيفهم. عرض تحسيسي غندوزو مع واحد العرض وقائي ان شاء الله اللي تقدمو الدكتوره صباح، وغادي ندوزو من بعد شي حاجه اللي هي كتهم يعني المجال ديالنا اللي هو علم الاوبئه والطريقه ديال الخدمه ديالنا والترصد ديال الحالات وكيف كنشتغلو في الارض وكيفاش كنخدمو يعني في الخفاء. اسئله كثيره كتجي كتداو بزاف. انا قادر نحكي الدول اللي تسجلت فيها حالات ديال الكورونا في السجن واش تخلص في درجه الحراره. الحمد لله العام دابا راه كلشي بلا بال، كلشي خاص حنا على مستوى الجهه ولا مستوى الوزاره ولا مستوى الصحه ديالنا تما. حتى راه اي شخص جا من الخارج غنجم نوجدو الاعراض هنا الاعراض تنفسي ديال كنا عارفين. اول حاجه درجه الحراره، درجه الحراره كيستشرف عليها اي طبيب باش يصحح حاله ممكن ولا ماشي ممكن ما كنقبلوش. اول حاجه درجه الحراره من كتنفس. ثانيا اعراض تنفسيه، كان التنفس راه ضعيف التنفس، يعني كيتنفس بالسعال وحده كتزير، يعني تيتخنق الاعراض ديال التنفس. كنشرحوا باش نقولوا هذا راه حاله محتمله ولا محتمله، راه مايمكنش السلام عليكم اي حاله نوليو نقولوا لا زعما فيها كورونا ما تعرفش بالبلاد شي حاجه ما كاينش. الحمد لله شكون هنا الوزاره ولا علم الاوبئه شكون هنا، يعني اول حاجه هو انسان كيجي من الخارج بحال جا من الخارج لمده ديال 14 يوم ما بين 48 ساعه حتى 14 يوم. علاش؟ لان الفيروس كتسمى بيرود انكوباسيون، الفيروس اللي دخل الجسم الميكروب راه عنده واحد المده ديالو وقت من فقط دخل وفوقاش اول اعراض كتسمى 48 ساعه 8 سيمانات 14 يوم. فهاد 14 يوم كيوريو كتطمنو ما كيتعالجش. علاش كنرجعو زعما كل شويه من الخارج ماشي عيب على الخارج، يعني التبعيه ديال وكذا بحال الساعات خمسه الدول اللي هما اللي كيتعلموا بان هو بعيد. كاينه في ايطاليا عارف الجزائر، ايطاليا الصين ايران كوريا الجنوبيه سنغافور اللي تعلم ماشي اليوم هو اللي تعلم كبلد هادو ديجا من الدول، ولكن بشرط غادي تسع سيمانه ما بين 48 ساعة خلوها مثلا البلاد 14 يوم وظهرت شحال من الأعراض، عرض درجة الحرارة، أعراض تنفسية، جاب كل هاد البلاد، أوتوماتيكمون تنقول الحالة مش تابعة، ما كنتش كاينة، شنو كتجي بيتي كوريا راه ما عندهاش واحد الحمد لله كاينة حتى المختبرات راه عارفين، راه ما كاينش مختبر في المغرب كيعني في الحالة ديال المختبرات، كاين لي راش، الأسيست ناسيونال ديجيان، كاين معاد فاصلو ديال الكاسكو، إلا شفنا النتائج ديال هادو راه ما كاينش تخرج بوا كامل ما كاينش. إذا أول حاجة تنقولو جيرو من الخارج، الدول اللي فيها الوباء، يعني تعنات وباء، يعني أونديمي، ماشي فيها حالات، فهمنا؟ مثلا 48 ساعة. ثاني حاجة كيجي مثلا من الخارج ياك، وتيكون على انطباق شي حالة اللي كان عندو دابا بوزيتيف، شي واحد الله كنمرض وهذا من العائلة ديالو. فهمنا؟ يعني عرفت هذا العائلة ديالو، خوتو، أقرب أقرب ديالو، المدة ديال 14 يوم، عندك الحالات،
بكل سهولة وصراحة يعني صوري على وصراحة ديالي الحالة المشتبهة تقربوا أنا ما كانش في حياتي الخبرية أنا شخصيا أعتبر بيه ليا يعني تقربوا في السوميزيون ولكن ما تسكن تبدا هذا هذا ولا خايف هذا تحفيز ما تجربش شي ثانيا هذا الفيروس معروف بحال الفيروس الغريب راه يقدر يحس الإنسان ياك كما بدا المناعة راه يقدر يعطي أعراض صغيرة شرد الأعصاب ويطير ويصيبوني ولا فيروس كورونا داز ولا داز فينا مشى وقدر يعطي اعراض خطيره مثلا الوفاه اذا كان شي مثلا شي انسان كبير وصفى وكونسيون مثلا الاعصاب غادي يطلع في ريسبونسي في شي يوم يعني بس المناعه ومن المناعه اي فيروس مش الكورونا اي فيروس يقدر يطلع في الانسان ما تنساش المناعه وما تنساش صحيح حتى دوز هو يحاول كل يوم داز هو ما عرفش يعني باش تعرفوا ما كانش الخطوره اللي كانت ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?